بسيطه جدا. دائما في ما كيجي عندنا شي ضيف كيجيب لنا معاه اون غلاس اولا ان بلاطو دو غاتو، فاش يبقاو يجيوكم لي غلاس كيجيكم فواحد الماده كسميتها البوليستيرين، اولا فاش كنشريو لي جوي كيعطيوهم لنا فواحد الماده سميتها البوليستيرين. دائما شنو كنشدو هذاك البوليستيرين حنا كنلوحوه؟ لا، ما تخيش تلوحي البوليستيرين، هذاك البوليستيرين ها هو كي داير. كنشدو انا كنشري داك سبراي تناخدو وكنصبغو بهم هذاك السبراي، باش كتزيدي على البوليستيرين بحال كياكل لك البوليستيرين، دونك كيعطي واحد ليفي بحال الصخر بحال الحجر، كيجي جد جميل جدا جدا في لا ديكوراسيون. انا هذه صبغتها بلارجونتي وهذه في النوار، كيف ما شفتوها هي محفره شويه اللي عطات واحد ليفي ديال الحجر. هادو كنستعملهم الا بغيت نزيد في العلو في المائده ديالي، باغ اكزومبل عندي شي صحن حادر وما بغيتوش يجي حادر، بغيتو نعطيه واحد الرونق وواحد الجماليه، كنحط هاد البوليستيرين وكنحط من فوق الصحن، اولا يمكنكم تحطوه من فوق الورد، يمكنكم تحطوا اي اوبجي ديكوراتيف كتحطوه من فوقه وكل حاجه. باغ كونطخ الا بغيتو تحطوه فوق الماكله ما تنساوش تغطيه بواحد الورق صحي كيكون جميل على القد ديالو ابيض، كنسميه بابيي دونتيل، وحطوه من فوقه الاكل اللي بغيتو. سينو سيداتي وسادتي، هذا انا كنستعمله دائما باش نعطي واحد ليفي ديال الحجر على الطبق ديالي اولا المائده ديالي. انا غادي نوريكم كيفاش كنقدروا نزينوا هاد الاطباق ديالنا. دونك سيداتي وسادتي كيف ما شفتوا، هذه استعملتها على شكل مزهريه، حطيت من فوقها الورد وعطاتني واحد العلو، في عوض ما كيجي هاد لابواط ولا هاد الفاز الصغير كيجي ديريكتومون في لاطابل كنعطي واحد العلو. وهذه استعملتها كصحن ديال الحلوه ديالي كيف ما كتشوفوا، كيجي جميل جدا وكيعطي واحد المنظر اللي مغاير على ما ممكن كنشوفوا. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.